القائد لينتوس يا سيدي. فليدخل. السلام على الجنرال، أنا في خدمتك. لينتوس، أنت جندي لائق ووفي جدا، وقد رافقتني أنت ورافوس منذ أيام حرب الإمبراطورية مع جرمانيا حتى الآن، وكنت معي دائما في كل الأوقات وفي كل الأماكن. ولكن لدي اليوم أخبار سيئة جدا لك. أي أخبار سيدي؟ وصلتني تقارير تفيد أنه في أثناء تطبيق حكم الصلب على متمرد، كنت قد أصدرت الحكم عليه بنفسي، فر المحكوم. ارتكبت خطأ يا لينتوس، لقد أهملت وقصرت أيضا. لست مقصرا سيدي، لكن الزيلوتيين المقدسين. أي زيلوتيين مقدسين؟ ما المقدس فيهم؟ أخبرني. أخشى أنك يا لينتوس قد دخلت الآن في لعبة تحديد المقدس وغير المقدس بينهم. لابد من أنك تود أن تقول غدا إن ابن الرب ظهر في أورشليم، فهيا أيها الناس تبركوا به. لينتوس، لقد فر السجين وقتل جنديا رومانيا، وقد اهتزت هيبتي في نظر جنودي وكذلك في نظر أعدائي في آشور. والسؤال هو، أخبرني أنت، ماذا أفعل بك؟ افعل كل ما تريده سيدي، ستجدني مطيعا لأوامرك. حسنا، اسمع، خذ 5 مساجين من سجن القلعة إلى تلة الجلجلة واصلبهم هناك. سمعا وطاعة. أندراوس، أعطي يهوذا هذا الرغيف. صديقي المنعزل، ماذا؟ تفضل، هذا عشاؤك. أشكرك. يجب أن تشكر المعلم، هو أعطاك نصيبه من العشاء. لو كان الأمر بيدي وبيد بطرس لنمت جائعا الليلة. لو كان هذا الرجل نبيا حقا لعرف بكل وضوح أنني لا أؤمن به أبدا. أنا أطمع في أمواله. إنهم فرحون جدا بمعجزات هذا الرجل، ولكن أنا أفكر فقط في أمواله.
أموال. يهوذا، أخبرني، ألا تعلم إلى أين يذهب الإسخريوطي؟ لا، إنه يختفي من وقت إلى آخر، لا أفهم ماذا يفعل. أجل، أنا أيضا حائر في أمر هذا الرجل. حسنا يهوذا، أندراوس، لدي سؤال لك. سؤال؟ كنت تلميذا ليحيى مدة من الزمن، إلى أي مدى كان يحيى يشبه عيسى؟ في الحقيقة هذا سؤال صعب يا أخي، أتمنى ألا تنتظر مني جوابا فيلسوفيا لأنني لست متعلما بقدر كاف. ستجيبني أم لا؟ حسنا حسنا، ولكن شرط أن تتناول عشاءك. دعني أفكر، إن لم أكن مخطئا رأيت يحيى الشهيد أول مرة قبل نحو 4 سنوات عند ضفة نهر الأردن، حيث كنت أبحث جاهدا عن إنسان كامل، مرشد إلهي، رجل مؤمن. هل تفهمني؟ في ذلك اليوم كان يحيى يعظ الناس على طريق القوافل العابرة، كانت له جاذبية عجيبة، كأنك ترى جلال الله في هيبة وجهه الكريم. أيها الناس، توبوا وعودوا إلى الله قبل أن تصابوا بعذاب شديد في جهنم. كل شجرة لا تثمر ثمرة طيبة يجب أن تقطع وأن تحرق في النار. اسعوا جاهدين لتكونوا أناسا صالحين، لأن العاقبة للمتقين وللصالحين على حد سواء. أخبرنا يا ابن النبي زكريا، ماذا نفعل نحن؟ لا تأخذوا أموال الناس بالباطل، ولا تتهموا أحدا بهتانا، اقنعوا بما لديكم. إن كان عندكم ثوبان أعطوا واحدا لمن لا يملك. افعلوا ذلك أيها الناس بكل ما أنعم الله عليكم، وإن لم تفعلوا ذلك أيها الناس فأنا أقول لكم إن رحمة الله سوف تزول عنكم. سيسلط عليكم الكفار أكثر من ذي قبل، فليقف الغني والفقير جنبا إلى جنب. اسمعوني جيدا أيها الناس، توبوا وعودوا إلى الله جميعا. لم يكن يحيى يأكل ويشرب حراما، هجومه على الأعيان والأشراف وبخاصة هيرودوس، تعاليمه الصعبة التي كان يأمر بها خصوصا احتفالات تعميدي كل من يؤمن به، سببت له المتاعب. في البدء كنت أعتقد أنه واحد من زهاد إحدى فرق اليهود مثل فرقة نور، أسمعت بهذا الاسم؟ هل صحيح أن أعضاء هذه الفرقة يمتنعون عن أكل أي شيء إلا بعد أن يقيموا له مراسم خاصة؟ هذا صحيح يا أخي، صحيح، أقسم على ذلك لئلا يأكل من الحرام. إذن ماذا يفعل؟ الذين أقسموا على هذا العهد سيموتون جوعا إذا ما خرجوا من معبدهم. صحيح، إنهم يستفيدون من الأشياء التي في متناولهم، الأشياء التي تهيأ في الدير، إضافة إلى بعض أنواع الطعام الطبيعي مثل الجراد وعسل النحل البري الذي لا يضع بيد الإنسان. وطريقة يحيى هذه هي التي جعلتني أعتقد أنه من الممكن أن يكون مبشرا في إحدى هذه الفرق. ولكن في النهاية يا أخي، عرفت أنني المخطئ. كيف؟ على عكس كل مبشري الفرق العرفانية اليهودية، فإن يحيى لم يدعو الناس إليه قط، بل كان ينادي دائما: مهد الطريق لرسول الله، رسول الله الذي لا أستحق أن أكون خادما له.
أيها الناس، جهزوا أنفسكم ليوم مجيء المسيح. إنني سأعمد بالماء المذنبين منكم، المذنبين الذين يتوبون إلى الله، ولكن سيأتي بعدي رجل آخر مقامه أفضل مني، وسوف يعمدكم، سيعمدكم بروح القدس. اللهم اشهد إني قد بلغت. في أحد الأيام اعتقل يحيى وهو في طريقه إلى نهر الأردن. كنت هناك؟ عندما اعتقل بجرم إهانته هيرودس نظر إلينا وقال: اليوم سيتحقق وعد الله، اليوم تنتهي مهمتي. أندراوس، ماذا حدث؟ لماذا سكت؟ تكلم، أكمل. ماذا تريد أن تعلم؟ أعتقد أن يحيى كان لديه قلب أرق من جميع قلوب عباد الله، لم يستطع أن يتحمل أبدا ظلم البشر، ولهذا ظهر بمظهر الصعب والعنيد، ولكن المعلم اكتشف ذلك في النهاية وبدأ دعوته بعد شهادة يحيى، وغير طريقة ابن خالته الصعبة، وتحول الإله المنتقم الذي كان يبشر به يحيى إلى إله يحتاج إليه الناس في زمن عيسى، إلى إله عطوف رحيم ومحب، بحيث أنه سيرسل رسوله الموعود، الذي لن يكون إلى أهل اليهودية فحسب، ولكن إلى جميع أمم العالم، وسيخلص جميع العالم من الظلم، وسيتكلم البشر عن أعماله الصالحة. في النهاية ماذا؟ قبل سنتين وقع الحدث الذي كان يبشر به يحيى دوما. كان ذلك في ليلة زواج هيرودس من هيروديا، المرأة التي كانت ولا تزال زوجة أخيه الشرعية. كانت تكره يحيى كرها عظيما. هذه المرأة أقنعت ابنتها بالرقص أمام هيرودس لتغويه وتأخذ منه أجراً ثميناً كان بثمن دم يحيى. لا تنسي ما أوصيتك به.
بالتوفيق. الجائزة جائزة كبيرة جدا لهذه الفنانة الرائعة والأسطورية. ما هي هذه الجائزة؟ الجائزة التي تطلبها هي. تستطيع ابنتك أن تطلب الهدية التي تريدها مقابل الفن الذي قدمته لي الليلة، حتى لو كانت نصف منطقة حكم الملك. ساعديها في اختيار هذه الجائزة. لما أنت مضطربة؟ مما تخافين؟ لست خائفة، قولي فقط يحيى. يحيى؟ أتقصدين أن يأتي إلى الحفلة؟ قولي رأسه فقط. افتح الباب، افتح الباب، افتح باسم الملكة. درس بعد يا يحيى؟ ممن؟ منك أنت؟ ربما. في الواقع تأخرت كثيرا على أن تتعلم الدرس يا ابن زكريا. لم تصل إلى هنا لكي تخرج سالما، كان يجب أن تعلم منذ البدء. كنت أعلم أنك شيطانية يا هيروديا. إن وساوسك هذه سوف ترمي بك وبهيرودوس إلى قعر جهنم. توبي، ما زال لديك فرصة. توبي يحيى. ماذا رأى الناس فيك لكي يجتمعوا حولك هكذا؟ مشكلتك ليست معي، مشكلتك هي الناس. فاعلم أن الناس سيجتمعون بعدي، ولكن حول رجل آخر. تأكد من أنني سأنال منه أيضا. أنا لم أكذب ولم يكذب علي أبدا. لن تستطيعي أبدا أن تقتلي آخر أنبياء بني إسرائيل. هذه هي مشيئة الله تعالى. سيبقى حيا
إلى آخر الزمان، وأنا آخر أنبياء هذه الأمة الذي سيموت على يد الكفار. اسمع، لقد تحملتك كثيرا يا يحيى. قل لي من تحسب نفسك. أنا لا شيء، لا شيء، ولكن الله تعالى هو الذي سيعرفني ويعرف قدري. الله، الله، أخبرني ماذا قال الله عنك؟ ما الذي قاله الله عن شخص مثلك أنت؟ مع أنك سيدة صماء لا تسمعين كلام الحق، ولكن اسمعي، هذا كلام الله. السلام على يحيى. يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. حان وقتها، هيا احسم الامر. أنا يحيى، أتممت رسالتي، أتممتها. عد الآن إلى اليهودية. اسكت. هيا اضرب. هل ترى؟ ماذا؟ لا أحد يستمع إلى كلامي. لقد أصبح بلاطي كمملكتي، كل يغني على ليلى. لقد نصبت لهيروديا ولمملكتي فخا كبيرا، هل تفهم ما أقول؟ أجل، لقد تعرضت للأنبياء، إنه خطأ فاحش، هل تفهم ذلك؟ أنا لست رجلا مقدسا، ولكنني أفهم من يجب أن أقتل على الأقل، أعرف ذلك جيدا. لقد أخذت هيروديا من أخي غصبا، يجب أن تطلق سراحه الليلة، الليلة، هل تفهم؟ اهدأ يا سيدي. سراح من تريد أن تطلق خزاه؟ سيدتي، كان السيد يتكلم عن بعض. سألتك سراح من ستطلق؟ سراح يحيى سيدتي. تريد أن تطلق سراحه؟ لقد قمت بذلك، لا تتدخل. مولاتي خزاه، لقد رأيت حلما عجيبا، رأيت عيسى في منامي. ذلك الواعظ المتشرد كان ينادي فوق رأسي، إن الله سينتقم من بني إسرائيل ومن قتلة النبي يحيى انتقاما عظيما. رأيت دماء. ما هذا؟
المنام الذي رأيته، إنني أرى كوابيس مجددا. يا لها من ليلة مشؤومة يا خزاة. لا بأس، لا تقلق، لا تفكر بالأمر، إنه مجرد حلم مزعج. إن دواءك هو القليل من الراحة وبعض الشراب الدافئ. استرح وعد إلى النوم أرجوك، لا تفكر بحلمك. عندي جائزة لك يا سيدي. ما لي أنا ودماء يحيى يا هيروديا؟ لا 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 لا، ملك جبان، من الآن فصاعدا تستطيع أن تنهن بإطمئنان. لقد سكت صوت الله، قتلت لك يحيى. وصلت دناءة هذه الدنيا إلى حد أن يطاف برأس يحيى على أشرار بني إسرائيل. لقد تأخر الوقت، لم تتناول عشاءك، كل ونم قليلا، غدا سنرحل، غدا عند طلوع الفجر إن شاء الله. إلى أين؟ حيث يريد المعلم. عم مساء يهوذا. عم مساء عمراوس. انظر هناك يا باراباس. لا لا، لا. انظروا، ذئب اليهودية السابق أصبح الآن حواري ابن مريم المؤمن. هل رأيتم؟ كيف استطاع الإسخريوطي أن يدور في فلك عيسى الناصري؟ الإسخريوطي يحب الجاه والمال. لقد رأيته يسرق الجندي الروماني. إن أردتم رأيي فهو يجب أن يكون جليسا مع فئراني سجن بيلاطس بدلا من أن يكون أحد أتباع عيسى. إنه حذر جدا، وجوده حول أتباع عيسى الناصري لم يكن عبثا. إننا حتى الآن لم نأخذ عيسى وأتباعه على محمل الجد. هذه المسألة انتشرت في أورشليم أكثر مما كنا نتوقع. صحيح. أترى باراباس، بعد مدة قصيرة سيصبح أتباع عيسى أكثر من خدم وحشم هيرودس. في هذه الحال أليس من الأفضل أن نعرف ماذا يدور في رأس عيسى؟ ولكن ما هي وظيفته عند الناصري الآن؟ على حد ما سمعته عين رجل يدعى يهوذا مسؤولا عن أمواله، وعين الإسخريوطي مسؤولا عن المشتريات. أقسم لكم إن هذا الرجل الفاسد يسرق نصف أموال الناصري. مم.
أنا أعلم ماضيه. عندما كان في اتحادنا لم يكن رجلا مستقيما. قولوا له بأن يأتي إلي، وإذا حاول ذاك الحواري التلاعب بكم فأحضروه بالقوة. فلنذهب إليه. هيا بنا. هيا. قل واشتري. هيا قل واشتري يا بني. أرخص طهور في السوق. إنها ليست سيئة. أجل. تعال. هل تعرفه؟ ابتسم أيها الثعلب. هل رؤية أصدقاء الأمس سيئة جدا إلى هذا الحد؟ لا أريد منكم شيئا. أقصد لا أريد منكم شيئا أبدا. ولكننا نريدك في أمر مهم. أهلا وسهلا بك في هذا الحفل المتواضع للزيلوتيين الضالين. اتركني. اخرس. لقد سمعت غرابا يقول إنك تبت إلى الله. هذا صحيح أيها الإسخريوطي؟ ولكن ماذا عسي أن أقول؟ أنت تعرف طبيعة الغراب أكثر مني، صحيح؟ وكان الغراب يقول إنك أيضا سرقت أموالا. إني وهبتها كلها للفقراء وأطعام المساكين. وكم كان نصيبك أنت؟ قل. لا تحزن، الدنيا تدور. لربما نفعتنا في يوم ما، ولا تقلق على أموالك، إنها لك. أنا متأكد أنك ستخبرنا إن قرر فعل أمر ما. ولكن ماذا يمكن أن يفعل مثلا؟ يقال إنه يسعى وراء الملك. ماذا يدور في رأسك يا يهودا؟ أخبرني. لا شيء في هذا الرأس. نعم. لا شيء أبدا. أنا تاجر، مجرد تاجر صغير لا أكثر، ولكن بدراية وتخطيط، ولست مثلكم. إضافة إلى الربح، فإن التجارة تحتوي على النفقات. من الأفضل أن تنتبه لتجارتك يا ابن شمعون الإسخريوطي. رقابتي. حان وقت الذهاب. تفرقوا بسرعة. احذروا أن يتعقبكم أحد. يتجنبون أكل الخبائث فيما قلوبهم ملأ بالذنوب. كل هذه الأمور يفعلونها لسبب، ألا وهو أن يظهروا في نظر الناس كالصالحين. إن قرأوا حكمة ما فذلك ليعرفوا كيف يتحدثون بها، لا ليعملوا بتلك الحكمة. ينهون الآخرين عن القيام بأعمال يقومون بها. أقسم بذات الله إن هؤلاء لا يعرفون ربهم بقلوبهم. لذا فإني أقول لكم،
كل ما يملكه الإنسان هو صدقة قليلة من خزائن الله العظيمة، ولذا يجب أن تنفقوا كل ما لديكم في سبيل حب الله.